صاحبي يعني أديله ظهري وأنا مطمن، صديقي أخويا ده أحكي له سري وأنا مش قلقان، صاحبي ده لما يبقى في ضيقة الطبيعي أفديه بكل ما أملك. دي الصداقة اللي بتعيش وبتجيب راحة بال. لكن لما البني آدم يبقى ما عندوش قدرة على التمييز ما بين المعارف والصاحب الأخ بيحصل له صدمات كتير في حياته، لأنه فتح قلبه لحد ما يستحقش، أو بعد وبقى كده تقيل على حد يستحق وبيحبه فعلا. كأن سيدنا علي بن أبي طالب بيقولك لو سمحت خلي عندك أصحاب في ظهرك، بس الأول شوف هما في ثلاث مواقف: لا تأمنن لرفقة أحد حتى تراه في ثلاث: شدة تصيبك، أو نعمة تصيبه، أو جفوة بينكما.